على وقع التحركات العسكرية للتحالف باتجاه التوغل داخل مدينة الحديدة، تنشط دوائر في المؤسسات الأمريكية باتجاه الدفع بإدارة ترامب لتقييد دعمها للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. تستند الأصوات المنادية بتقييد الدعم العسكري إلى كون الرياض نفسها لم تعد متحمسة للحرب الجوية، فوتيرة طلعاتها الجوية تباطأت وأضحت وفق معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أكثر انتقائية. المعهد الأمريكي في دراسة قام بها باحثون متخصصون برصد العلاقة الأمنية بين الرياض وواشنطن، قال إن على الأخيرة أن تشدد تدقيقها لدعمها العملياتي لحرب السعودية في اليمن إذا ما أرادت لمحادثات السلام أن تنجح. إدارة ترامب كانت قد واصلت في يونيو الماضي تقديم دعمها اللوجستي للرياض في حربها ضد ميليشيا الحوثي، وانحصر الدعم كما رصدت الدراسة الأمريكية على مساندة دفاعية لحدود السعودية وتقديم مشورات لوجستية جوية وتموينا شهريا بالوقود لأكثر من 100 طلعة جوية. لا تنصح مراكز الدراسات الأمريكية بتخفيض الدعم اللوجستي للرياض، بل تتجاوزه إلى الدعوة باتخاذ إجراءات عقابية ضدها تتمثل بقصر الدعم على تقديم المشورات للمهام الدفاعية وحجب تزويد الوقود للطائرات التي تعمل بالقرب من الحدود مع اليمن بهدف الضغط لإيقاف الضربات الجوية. كانت واشنطن قد اشترطت وقف ميليشيا الحوثي هجماتها الصاروخية على الحدود السعودية وتجميد الرياض لغاراتها الجوية بهدف التسريع بمباحثات السلام، لكن هل ستوقف واشنطن دعمها اللوجستي للرياض لإنجاح عملية السلام كما هي رغبة دوائر أمريكية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.